كان يوما انتخابيا طويلا في العراق. مشهد تصويت منتسبي القوات المسلحة والنازحين أخذ طابعا مهما ويلوح بتعبيد الطريق لنجاح مسار الاقتراع العام لمجالس المحافظات الاثنين المقبل، إذ أظهرت المعطيات تناسق عمل المفوضية والحكومة إلى حد كبير، ما أنتج بيئة انتخابية مستقرة بشكل عام، غير أن مخالفات أعلنتها اللجنة الأمنية العليا ورصدتها شبكات ومنظمات مراقبة. مخالفات توزعت بين بيع وجمع لبطاقات مرشحين داخل مراكز الاقتراع، وقيام بعض مديري المراكز بالتوجيه لانتخاب قوائم محددة، في حين أفادت تقارير بأن التأثير الأبرز في إرادة المنتسبين تجسد بإدخال أجهزة هواتف وتصوير، ما عرض ناخبين لضغوط. أما في بعض مراكز اقتراع النازحين فتسلمت المفوضية شكوى عن تأخير في فتح الصناديق وتوقف مفاجئ لعملية التصويت. تقارير أخرى استغربت عدم كشف مفوضية الانتخابات عن جدول توزيع البطاقات البيومترية في كل محافظة على حدة والأعداد النهائية للموزعة منها، ودعتها إلى مكاشفة الرأي العام انطلاقاً من المسؤوليات الملقاة على عاتقها. بين الناقد والمنقود يقول خبراء إن تلك الشوائب لن تشطب جهوداً جماعية تهدف إلى انتقال مخرجات الانتخابات إلى فرصة حل لأزمات المحافظات وبداية عهد جديد لحكومات محلية ترسم الحدود والحقوق والصلاحيات.